سيد الرئيس من فضلك انا بغيت نحوس باش تشوفني المرحله نتاعي كي صايره. انا يا ما عنديش السكن، ما عنديش شوفوا راني ساكنه، شوفوا الحاله نتاعي اللي راه وصلت لي بوراشد، قريه بوراشد تبع سيدي احمد، بلديه سيدي احمد. هذه 500000 اللي راني نهضر عليها تاع ولادي تاع ليكون اللي ما نخرجش فيها. انا ما رانيش خدامه، ما عنديش خدمه تاع الدوله، وما عنديش التشهريه تاع الدوله. الوضعيه تاع الزوج نتاعي محبوس، كون ما نطلبهاش ما نعيشش ولادي. انا ولادي ما عنديش حتى باش نشريهم كرطه. هادو عندي وحده تقرا في السنه الثالثه، وعندي وحده تقرا في السنه الرابعه، وعندي وحده تقرا في السيزيام. عندي قانون نهضر ولا ما عنديش؟ سيد الرئيس من فضلك تعاونني وتنجموا تشوفوا الحاله تاعي، وتنجموا تشوفوا ولادي كي صارين. عندي ولدي مريض، مرض نفساني متوحد. انا مريضه عندي مرض كونسير، ما عنديش اهميات، ما عندي عين وحده نشوف بها، وعندي عين ما نشوفش بها. عندي 100% عطاني في الكارطه تاعي نخلص غير 300. انا عندي 100% نمر